ينضم إلينا مدير عام الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الأستاذ عبد الرحمن العيدة بداية أرحب بك أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا حياك الله أستاذ عبد الرحمن دعني أبدأ من حيث أهمية هذا ال 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 الإنجاز المملكة المملكة تنجح في تسجيل عنصر حياكة السدول التراث الثقافي كإضافة لمنجزات هذا الوطن ماذا يعني ذلك؟ يعني عدة أمور يعني اليوم الدول تتسابق على ما نسميه بالقوة الناعمة أو الدبلوماسية الناعمة اليوم الدول في منظمة اليونسكو مثلا كم عدد العناصر سواء من التراث المادي أو غير المادي التي سجلت لهذا البلد أو ذاك أعطيك مثال يعني إحنا في ترتيبنا على قامة الدول العربية إحنا نتنافس إحنا وعمان والإمارات على المركز الأول عندنا ثمانية عندهم تسعة عندنا تسعة عندهم ثمانية فاليوم هالعناصر هذه تمثل واجهة حقيقية للتراث والإرث الثقافي الموجود في المملكة نعم سيد عبد الرحمن أين تم الإعلان عن التسجيل ولماذا اليونسكو؟ طبعا السنة هذه استثنائية كل سنة طبعا اجتماع العام في باريس واجتماعات التسجيل تكون في بلد مختلف العام الماضي كانت في كولومبيا السنة هذه في جامايكا بسبب الجائحه طبعا رئاسه المؤتمر اللي هو وزيره الثقافه الجامايكيه في جامايكا السكرتاريه في باريس والبقيه في مكاتبهم منازلهم في دولهم فبالتالي السنه هذه مختلفه ليه اليونسكو اليونسكو يعني كما ذكرت هي منظمه دوليه تعنى بالثقافه وهذه المنظمه لديها اتفاقيات لديها برامج. المملكة موقعة على اغلب الاتفاقيات واغلب البرامج، والمملكة موجودة في المجلس التنفيذي وفي الاجتماعات الفرعية الخاصة بالاتفاقيات. دخولنا بهذا الثقل هو لاستعراض انجازاتنا واستعراض تراثنا وثقافتنا بجانب قوتنا السياسية وقوتنا الاقتصادية. نعم، أستاذ أه عبد الرحمن أه ماذا يعني أه التراث غير المادي؟ التراث غير المادي يعني التراث غير الملموس. المعالم أو المواقع التراثية هذه شيء ملموس مباني أو زي مثلا العلا أو زي القلاح أو الحصون. التراث الغير مادي هو العادات التقاليد أعطي مثال مثلا الأهازيج الحرف اللي منها حرفه السدو الطهي، الاكلات التعابير الشفهيه وفي خمس مجالات طبعا لدى اليونسكو في هالمجال المجال مجال هذا نعم, نعم. آه ورد في ثنايا الخبر آه ان آه هذا الانجاز هو ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكه في تسجيله لدى منظمه اليونسكو صحيح لو بسطت الصوره عن آه باقي العناصر التي سبقت آه هذا الانجاز الانجاز طبعا في تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي هي تنقسم إلى قسمين سواء مشترك أو منفرد مشترك يعني أنك تكون مع دولة ثانية يعني مثلا عندنا المجلس شاركنا فيه مع الإمارات ودول أخرى القهوة العربية النخلة الصقارة مع أكثر من عشرين دولة السدو أخيرا مع الكويت وفي ملفات منفردة. اللي هي زي العرض النجديه وزي المزمار زي القطع العسيري هذه خاصه بالبلد بالسعوديه نعم أه هنا داري اطرح سؤال أه يعني خارجني أه تفاصيله او خرجتني وهو اني أه كنت اتصور ان السدو مادي يتعلق بفن النسيج مثلا لو بسطت الصوره اكثر للمشاهد لانه صنف غير مادي هو طبعا انت بامكانك انك تصنفه مادي ولكن هو التراث الثقافي غير المادي يتكلم عن العادات عن الطقوس ففي السدو هو فن الحياكه هذا هو اللي يسجل سجل كعاده يعني فن الحياكه نعم كيف السيدات تحيك هذا المنتج وليس المنتج وليس المنتج نعم طيب الرساله التي يوصلها هذا الانجاز حققتها المملكه الى المواطن السعودي اولا ثم الى العالم الرساله انه اليوم احنا نستثمر في الثقافه ونستثمر في السياحه و العنصرين هذه هي تعتمد على ارثك الثقافي اليوم السدو واحد منها وعناصر كثيره اللي سجلناها طبعا حنا نامل انه نسجل اكثر من كذا لكن منظمه اليونسكو لديها يعني قائمة طويلة بالانتظار لكن زي ما قلت لك التسجيل هو قوة ناعمة هو ابراز لعضلات الدولة في هذا المجال نعم اذا نواصل الحديث معك استاذ عبد الرحمن بعد هذا الفاصل والذي نستعرض فيه اليونسكو تسجل السدود ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي ونعود الى ضيفنا في الاستوديو مدير عام الجمعيه السعوديه للمحافظه على التراث الاستاذ عبد الرحمن العيدان مره اخرى ارحب بك استاذ الرحمن استاذ عبد الرحمن هذا الانجاز يمثل اهتمام من قبل المملكه بموروثها وارثها العميق اود ان اسمع رايك حول ذلك الحقيقه طبعا في جهود سابقة لحماية التراث والحفاظ عليه مع رؤية المملكة الجديدة أصبح الآن في استراتيجية واضحة في وزارة واضحة اسمها وزارة الثقافة هي المعنية بجميع خل نقول الشتات اللي كان موجود سابقا بين الوزارات والهيئات اليوم هذه الوزارة عندها استراتيجية واضحة عندها هيئات 11 هيئة معنية بالتراث والثقافة ومنها هيئة وليدة هي هيئة التراث الاهتمام من من القيادة من خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد من ربان الثقافة سمو الأمير بدر الفرحان كذلك يعني إحنا في الجمعية السعودية المحافظة على التراث إحنا أحد الـ الـ الجهات التي تعمل على الحفاظ على التراث يدير هذه المنظومه معالي الاستاذ بدر العساكر اللي هو رئيس مجلس اداره الجمعيه. هو نعم. طبعا. نعم تحدثت على المستوى الرسمي فيما يتعلق بالهواه والمهتمين بهذا المجال هل تلحظون نشاط لهم في في هذا المجال؟ طبعا اليوم انت لما تسجل اصلا انا خلينا نتكلم عن الاثر لما تسجل عنصر دائما يكون له اثر اجتماعي واثر اقتصادي واضرب مثال اللي هو القط العسيري، القط العسيري ما كان معروف. اليوم القط العسيري هو فن وصل للعالم. اليوم هدايا المسؤولين كلهم من القط العسيري، اليوم القط العسيري اصبح لوح فنيه واصبح منتجات. فاحنا اليوم نامل انه السدو ينطلق انطلاقه شبيهه بالقط العسيري او اقوى طبعا في اجتماع الجي 20 كان شعار الجي 20 هو السدو فبالتالي هي الحمد لله رساله كانت متزامنه في نفس الوقت وهذا ان شاء الله يكون له مردود اقتصادي على الجميع برايك كون هذا الشعار توشحت به قمه العشرين ماذا او ما هي الرساله التي اوصلها الى المجتمع المحلي والدولي؟ هي رساله جميله انه احنا لدينا ارث وهو طبعا اختير هذا العنصر وهو عنصر اصيل عنصر من الباديه عنصر نسائي عنصر متجدد واستخدم في بيوت الشعر في الباديه الان يستخدم في الاثاث ويستخدم في المنتجات والاواني وخلافه ونامل انه يطور هذا المنتج ان شاء الله او هذا العنصر اللي يصل الى الازياء والى خلافه نعم استاذ الرحمن كمختص ومتابع لهذا المجال ابرز الجهود على المستوى الرسمي وعلى المستوى او على مستوى الهواه في توثيق هذا الموروث وشبيهاته من الفنون الاخرى ونقله وتمريره الى الاجيال القادمه في السنوات الماضيه كان في جهود فرديه لتوثيق او حصر التراث الثقافي غير المادي. جهود مثلا يعني اعطي بالاسم مثلا الدكتور سعد الصويان مثلا الفنان طارق عبد الحكيم الجامعات مراكز البحث لكن هذه الجهود كانت كلها متشتته وغير يعني ما لها ارشيف واحد. اليوم في مشروع ينطلق من وزاره الثقافه اسمه الارشيف الوطني للتراث بشكل عام هدفه حصر جميع موروثنا سواء المادي أو الغير مادي أو الطبيعي وهذا إن شاء الله يعني مشروع أعتقد سيذكره التاريخ لأنه طبعا. نعم الوقت يحكمني وأود أن أستوفي منك المحاور بشكل مقتضب وسريع ما هو المردود الاقتصادي لهذا الإنجاز بشكل مختصر؟ المردود الاقتصادي إنك عرفت بهذا المنتج وبالتالي الحرفيين والحرفيات اللي يشتغلون على هذا النشاط صار لهم سوق أكبر اليوم داخليا وخارجيا نعم إذا جزيل الشكر لمدير عام الجمعية السعودية المحافظة على التراث الأستاذ عبد الرحمن العيدان كان ضيفا على استوديو عين الخامسة شكرا لك أهلا وسهلا شكرا